انطلقت التحضيرات والاستعدادات للدورة العشرين من مهرجان ميوريك ستور الذي يعنى بتوزيع الجوائز الموسيقية والدرامية. كاميرا سكاي نيوز عربية رافقت اجتماعات اللجنتين الدرامية والموسيقية في كازينو لبنان شرقي العاصمة بيروت. أولاً هي رح يكون في احتفالية للعشرين سنة ميوريك ستور، رح نرجع نعمل فلاش باك على عشرين سنة ومين أكثر النجوم اللي أخذوا جوائز خلال العشرين سنة. أما نهي الأهم بالحفل هو تكريم بيروت اللي مرقت بظروف كتير صعبة بالسنتين الأخيرتين، فكانت الحفل كله مهدات لبيروت، تريبيوت بيروت، The Resilience Icon، أي أيقونة الصمود، ورح يكون شعارنا الأمل رغم الألم. دورة العشرين للميوريك ستور مميزة برقمة بفترة الزمنية اللي مرقت فيها، يعني بعد 20 سنة مرق معنا أسامي كتير كبيرة، في البعض فارقوا الحياة، البعض صار وجودهم شوي صعب، وفي أسماء بعدها عم تبشر بمستقبل كبير، يعني مرق عنا عدة أجيال. بالدورة العشرين رح يكون في محطة تكرم هالكبار وتنرجع بالذكرى نحن والجمهور بهالمراحل كلها اللي مرقناها. نطفي بسمة حلوة، نرجع نختار أفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مطرب وأفضل مطربة وأفضل فيلم وأفضل مسلسل، شيء حلو كتير. يعني هذا تقليد ما لازم ما نعمله. فالتحضيرات هي مثل العادة، تحضيراتها يعني اجتماعات واختيارات ونتائج تصويت وإلى ما هنالك. السنة رح يكون مختلف عن السنين الماضية، لأنه أكيد نحن عم نمرق بظروف صعبة. رح نضوي على كل الناس اللي قدموا تضحيات، كل الناس اللي غنوا للوطن، غنوا لبيروت الجريحة، وتكون إطلالة مميزة، إطلالة وطنية، إطلالة كمان بتضوي على المشاريع والأغنيات والأحداث الفنية يلي تقدمت بالدراما بالغنية بكل المجالات يلي ممكن يضوي عليها السنة اللي مرقت.